دول ستة فدان على محور 30 يوليو تبع الجمعية العلمية جمعية الشرطة، بينا وبين خط الماء اللي هي الماء الري حوالي بتاع 100 متر اهي، خط مصيري هي مطلع اهي لغاية الارض، الارض لسه بكر لما جيران اهو بسم الله ما شاء الله على محور 30 يلو، عرضها على محور 30 يلو 100 متر، عرضها على المحور 100 متر اهي، واللي دخلها لجوه كده 360 متر. دول ستة فدان ملك حر عقد غنائي تبع الجمعية العلمية، أرض مشاريع ليست أرض الفعالية الزراعية، عايز تزرع زراعي ماشي ازرع، المية هي برضو، إنما هي كمشروع لأي حاجة على محور 30 يلو مباح معاك المباني أهي زي ما أنت شايف، وده محور 30 يلو أهوت، وجهة الأرض على المحور 100 متر في 360 متر، ستة فدان ملك جمعية العلمية، نزل لك عن عضويته وعن ورقة وعن حياز وكمبيوتر، والمرية هوت لو عايز تزرع ماشي، مية موجودة ومية شرب وحنفيات وكهرباء أرياف، اللي في وسط البيوت هو جنب منك أهو، الحد لازق في وش البراندة البيت دي بالظبط، بينك وبين البراندة دهيت الحد الأرض حوالي بتاع نص متر بالظبط، بينك وبين الحيط ده حرم الحيط نص متر فقط لغير، وفتح شباك ناحيتك اهو زي ما انت شايف، والناس بانيه وعايشه اهي، ارض مشاريع بسم الله ما شاء الله، تعمل مصنع تعمل اي حاجه تعمل معلف بهايم تعمل يخطر على بالك، سعر في الدوله 400,000 جنيه في تفاوض، ساعه الجديه وقبض فلوس في تفاوض، ارض جمعيه العلميه تبع جمعيه الشرطه راسي على محور 30 يلو اهي بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف، والشارع اول عرفتها اهي واخده وجهها على الشارع 100 متر، وجنبك جيران بسم الله ما شاء الله زي ما قال الكتاب للجديين، بارض مشاريع بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف اهي، اللهم صل عليك يا نبي، شايف والجيران ساكنه جنب منك اهي، وميه شرب حنفيات وكهرباء ارياف وطلع الرأس وطلع الفرعيه اهي عند البهايم دهية اهي، بينك وبين الطرق بينك وبين الطلعه الفرعيه ما يقلش عن 60 70 متر، قول 100 متر اهي، وصاحب الارض ارض بكر لسه ما زرعتش ولا مره على ابوها بعبلها وقرفها بقشها هي، ارض مشاريع بسم الله ما شاء الله زي ما قال الكتاب بسم الله، وشايف النقل عامل ازاي والارض عامل ازاي بسم الله ما شاء الله، والمحور اهو راسي على المحور بسم الله ما شاء الله، حتى ارض مشاريع حتى الارض مشاريع زي ما قال الكتاب بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله.